شاركت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في الدورة التاسعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة تحت شعار نحو ثقافة وسطية تنموية للنهوض بالمجتمعات الإسلامية، وذلك في العاصمة العمانية مسقط. وقرر المجتمعون مدينة المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2018، وذلك لما تحتويه مكوناتها الحضارية والثقافية من عمق للتاريخ والإرث الإنساني، إضافة إلى تجسيدها لمقومات التنمية المستدامة والمستقبل المشرف على عمق التاريخ والأصالة. بهذه المناسبة أكدت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة على ضرورة تعزيز الهوية الثقافية للشعوب العربية والإسلامية، وقالت معاليها إن مملكة البحرين بإرثها الإنساني العريق تسعى لاستثمار تراثها في صناعة التأثير الإيجابي على الهوية الثقافية المحلية، موضحة أن هيئة البحرين للثقافة والأثار عمدت إلى ابتكار سبل فعالة من أجل إعطاء التاريخ والتراث أهمية أكبر في المجتمع البحريني، وذلك عبر إحياء المواقع التراثية العالمية وتخصيص العام الحالي للاحتفاء بالتراث تحت شعار تراثنا ثراؤنا، وإطلاق مشروع جواز عبور السياحة الثقافية لتشجيع قاطني المملكة على استكشاف إرثها وحضارتها الغنية. يهدف المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة إلى طرح سبل تعزيز التأثير الإيجابي لبرنامج المنظمة الخاص بالعواصم الثقافية الإسلامية، إضافة إلى الارتقاء بثقافة وإنجازات الشعوب العربية والإسلامية. وتنضم إلينا من العاصمة العمانية مسقط معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار بعد التحية. معالي الشيخة، بداية نبارك للبحرين طبعا اختيار المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2018، ما هي أهمية ودلالات هذا الاختيار مع التأكيد طبعا على ما تحتويه المحرق من مكونات حضارية وثقافية؟ هذا الاختيار يأتي تماشيا مع الأهداف التي يحرض عليها أو يوجه إليها وزراء الثقافة نحو التنمية المستدامة التي لا تأتي إلا عن طريق الثقافة وتوظيف المواقع الأثرية والثقافية لجذب سياحة نوعية. نعم. المحرق استطاعت أن تحصل على هذا اللقب أو أن تكون مهيئة في 2018، سوف يتم إنجاز مشروع تراثي كبير عبارة عن متحف مفتوح يمتد 3 كيلومتر، وهو طريق اللؤلؤ، المشروع الذي أدرج في قائمة التراث الإنساني العالمي في 2012. نعم. والآن نعد لإنجازه وليكتمل في 2018 حين تستقبل المحرق زوارها من عواصم الثقافة الإسلامية وتكون مهيئة بالبنية التحتية الأساسية. وجميل أن نقول أنه أيضا جناح البحرين الذي حاز على المرتبة الفضية في العمارة في تجمع عالمي بين الصين وبين الدول العظمى وفرنسا، كانت البحرين محلها الجائزة الفضية التي نالتها بجدارة على المعمار الذي سينتقل إلى المحرق ليكون جناح البحرين دائما هناك. نعم معالي الشيخة مي، ذكرتي بأن مملكة البحرين بإرثها الإنساني طبعا تسعى لاستثمار تراثها في صناعة التأثير الإيجابي، ما هو المأمول من هذا التأثير في اختيار المحرق كعاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2018 وعلى مدى السنوات طبعا المقبلة؟ تهدف مقولة الأمم المتحدة ومطالبتها بوضع التنمية المستدامة هدفا للألفية القادمة بجعل السياحة الثقافية هي المصدر الرئيسي للاقتصاد لرفع مدخول الدول وتوظيف المواقع الأثرية لتدر دخلا قوميا. ونحن في دول الخليج أيضا نسعى بدورنا لكي نستقطب سياحة نوعية عبر المواقع التي تدرج في التراث العالمي وعبر تهيئة البنية الأساسية التحتية التي تستقطب سياحة نوعية، نستطيع أن نقدم أنفسنا للعالم وأن نجذب الزائرين لاكتشاف مواقع مهمة ببحريننا والمحرق حافلة بالمعالم التي تهيئها لهذا الشأن. على سبيل المثال، هناك أول مدرسة نظامية في البحرين أو في الخليج العربي ويأتي ترميمها من قبل الثقافة، وسيتم افتتاح المعارض التي تؤرخ لتاريخ التعليم النظامي
الحديد في البحرين قريبا إن شاء الله، وستكون مهيئة لاستقبال زوار العاصمة الإسلامية. نعم، معالي الشيخة مي، طبعا الهيئة يعني ابتكرت سبلا فعالة من أجل إعطاء التاريخ والتراث أهمية أكبر في المجتمع البحريني. طبعا الأمثلة كثيرة، ولعل من أبرزها تراثنا يعني ثراؤنا وأثار خضراء، إضافة إلى إطلاق مشروع جواز عبور السياحة الثقافية. يعني كيف يسهم ذلك في تعزيز الهوية الثقافية الوطنية؟ هذا العام أطلقنا شعار تراثنا ثراءنا على عام كامل. نعم. حاولنا أن نمرر رسالة هامة، وعبر إطلاق جواز عبور السياحة الثقافية للتعرف على المواقع التي ربما نذهب إلى أقاصي بقاع الأرض لنكتشف معالما هامة فيها، ونعجز عن الوصول إلى بعض مواقعنا التي لابد أن نقول للمواطن والزائر أن أجمل آثار هي آثارك، أجمل مواقع هي المواقع التي تزخر بها بحريننا. على صغر حجم البحرين الجغرافي إلا أنها عمقها التاريخي ومدى تنوع الحضارات التي مرت عليها أعطاها تميزا خاصا يجذب السائح ويجذب المقيم للتعرف عليها، ومن واجبنا نحن كمعنيين بالثقافة توظيف هذه المواقع بالشكل السليم. ولا بد أن نذكر أن تجربة البحرين في هذا المجال بالتحديد حصلت على تقدير، لو ذكرنا أن مشاركتنا في بناء الهندسة كنا البلد العربي الوحيد الذي استطاع أن يحصل على الأسد الذهبي، وهي أعلى جائزة في مجال الهندسة. وتأتي اليوم مشاركتنا في إكسبو ميلان، نعم، 140 دولة مشاركة، تأتي البحرين لتحتل المرتبة الثانية أو الميدالية الفضية على آثار خضراء، عنوان قدمته الثقافة ليكون عنوانا لجناحها في هذه المشاركة العالمية. نعم، طبعا نبارك للبحرين مجددا باختيار المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية العام 2018. معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار، شكرا جزيلا لك.